میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی تحریک کے تمام رہنماؤں نے محترم امیر جماعت کی دعوت پہ لبیک کہا، اور ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں مہمان موجود ہیں. سب سے بڑا اور سب سے اہم وفد جو ہمارے پاس پہنچا کہ انہوں نے اپنی تمام قیادت کو اس وفد میں شامل کیا، وہ وفد اردن کی اخوان المسلمون کی طرف سے آیا. اخوان المسلمون اردن کے موجودہ سربراہ جناب، میں آپ کو نعروں کے لیے موقع دوں گا، اخوان المسلمون اردن کے موجودہ سربراہ جناب حمام سعید وہ اس وفد کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور اخوان المسلمون کے ان سے پہلے سربراہ جناب سالم الفلاحات وہ بھی اس وفد میں شامل ہیں، اور ان سے پہلے اخوان المسلمون اردن کے سربراہ جناب عبد المجید زنیباد صاحب بھی ان کے وفد میں شامل ہیں، اور اخوان المسلمون اردن کے سب سے بزرگ رہنما کہ جنہیں محترم میاں طفیل محمد صاحب ہی کی طرح چلتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، جناب محمد عبد القادر ابو فارس صاحب، وہ بھی آپ کے اجتماع کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اس اہم موقع پہ اور پاکستان کے ساتھ. سب نے کہا کہ اس اہم موقع پہ کہ جب پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے، ہم سب اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہنچے. میں اس وفد کے سربراہ اور اخوان المسلمون اردن کے سربراہ جناب ڈاکٹر حمام سعید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ سب کے لیے موقع ہے کہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جناب الفاضل المحترم رئيس الجماعة أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، الإخوة أعضاء هذه الجماعة المباركة في باكستان، الإخوة الضيوف الذين جاءوا إلى هذا الملتقى المبارك، إخوتي وأخواتي أبناء الحركة الإسلامية في باكستان، أبناء الجماعة الإسلامية في باكستان، أنصار الجماعة الإسلامية في باكستان، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. جئتكم أيها الإخوة والأخوات من الأردن، أرض الحشد والرباط، هي جزء من الأرض المباركة التي أخبر الله عن بركتها في كتابه الكريم عندما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، إنها الأرض المباركة التي بارك الله فيها وبارك الله حول مسجدها الأقصى. فهذه الأرض المباركة أيها الإخوة والأخوات التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذه الأرض المباركة ستبقى مباركة إلى قيام الساعة، وسيبقى مركز بركتها المسجد الأقصى المبارك. نعم أيها الإخوة الأحبة، إننا اليوم
نعيش مأساة المسجد الأقصى المبارك. احتل اليهود فلسطين واحتلوا المسجد الأقصى في غيبة الإسلام وفي غيبة نظام الإسلام وفي غيبة دولة الإسلام. فكان لزاماً على الإخوان المسلمين في الأردن وفي فلسطين أن يقوموا يدعون الناس إلى الإسلام مرة أخرى، لأنه لا عودة للقدس ولا عودة للأقصى ولا عودة للأرض المباركة إلا عندما تقوم دولة الإسلام في الأرض. وإننا نشاهد اليوم المؤامرات على المسجد الأقصى، واليهود يحاولون اليوم أن يقتحموا المسجد الأقصى وأن يقيموا ما يسمى بالهيكل أو الكنيسة على أرض المسجد الأقصى. وفي كل صباح يذهب المسلمون من إخوانكم في القدس إلى ساحات الأقصى يحمونها بصدورهم العارية، يقفون هنالك يمنعون اليهود من اقتحام هذا المسجد الأقصى، وينتظرونكم يا أهل باكستان، يا أهل بلاد المسلمين جميعها ينتظرونكم، فأنتم الذين إن شاء الله سوف تحررون هذا المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة اليهود، وأنتم الذين تعيدون الإسلام إن شاء الله إلى شأنه ودولته. إننا نحمد الله تبارك وتعالى على أن جعل في هذا البلد المسلم جماعة إسلامية راشدة تقود العمل الإسلامي فيه، وإنها والله للبشارة التي أخبرنا عنها ربنا في سورة الجمعة عندما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد ذكرت هذه الآيات في سورة الجمعة المرة الأولى التي كان على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المرة الآخرة التي يأتي الإسلام فيها من جديد على أيدي هؤلاء الدعاة في الأردن وفلسطين وفي باكستان وفي جميع بلاد الإسلام. فحياكم الله أيها الدعاة، احملوا الإسلام إلى العالم، إن الإسلام اليوم هو النور الذي يبدد الظلمات، إنه المنهج الذي يجلب للإنسانية الخير ويخلصها من الطغاة ويخلصها من المستبدين العصاة ويخلصها من الأمريكان والنظم الغربية التي فتكت في شعوب الأرض اليوم وأساءت إلى الإنسان أيما إساءة في نظامه الأخلاقي ونظامه الاجتماعي ونظامه الاقتصادي ونظامه السياسي. والحل إنما يكون في الإسلام. على أيديكم أيها الإخوة والأخوات، دوركم عظيم ورسالتكم عظيمة، المستقبل ينتظركم وبشائر النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من ناوعهم ولا يضرهم من قاتلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك وهم على ذلك، وأنتم إن شاء الله كذلك وعلى ذلك. فأبشروا أيها الإخوة والأخوات، فأنتم أمة القيادة وأنتم أمة السيادة وأنتم أمة الوسط. قوموا بدوركم وابدأوا مهمتكم، فإن الدنيا كلها تنتظركم وهي معكم على موعد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.